ماي نيم از نوت حبيبي باي امشي. اه مش بحب اجمع حاجات. سنتي يا خليفة اهلا بيكي في سيدة. اهلا بيكي. ثانك يو. نورتي مصر. هي مصر منوراني، انا وحشتني قوي 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 بصراحه. عملت ايه من غيرنا بقى في السنه دي بره مصر؟ طورت حاجات واخدت كورسات وقابلت ناس لذيذه جدا من الوسط العالمي، وان شاء الله هيجوا بقى يصوروا عنا ونعمل اعمال مشتركه بيننا وبينهم. ايه اللي انت في السنه اللي انت قعدتيها في امريكا وحشك بقى في الوطن العربي؟ عايزه تنزلي مصر، عايزه تروحي لبنان، عايزه تطلعي السعوديه؟ روح، ما فيش اي حاجه بجد. يعني انا هناك كنت مركزه شغل شغل بس، حتى لو حاولت ان انا اعمل صحاب صعبه قوي. اغرب موقف اتعرضتي له ليه علاقه بالثقافه الامريكيه والفرق ما بينها وما بينها عندنا حصل لك في السنه اللي فاتت؟ في مره كنا انا وحد من صحابي اللبنانيين، احنا في لبنان بنقول حبيبي على كل حاجه، ايه حبيبي ممكن تجيبي لي كوبايه الميه، ايه حبيبي حبيبي حبيبي. فمره تانية شفنا الواد الامريكاني اللي كان معانا في القعده، قلت له هاي هاو ار يو، قال لي هاو ار يو حبيبي يور جود، قلت له ها، قال لي يور نيم از حبيبي، ام لايك نو ماي نيم از نوت حبيبي. احنا عارفين انه في عندك 3 اعمال في مؤخرا لسه ما طلعوش للنور، ولا ده متعثره كده ما اعرفش ليه كل حاجه مستخبيه فيهم؟ صح، في 4 اعمال دلوقتي، مش يعني انا عايزه اعمل حاجه يعني زقهم زقه كده. يعني هو في ايه، هو حدث بالفعل المفروض كان ينزل دلوقتي، متحمسه عليه جدا لان بيور مصري وبس هينزل في اخر الصيف، وعملت حلقه حلوه قوي وبقالها السنه متصوره ليترلي، من يعني زي دلوقتي السنه اللي فاتت كنا بنصور. هسالك اسئله سريعه نتعرف بيها على شخصيتك انت بقى. حاجه تافهه بتجمعيها؟ بحب ارمي كتير قوي، انا برمي حاجات كتيره باي امشي. اه مش بحب اجمع حاجات. اه بلا سيديات، كل السيديز المزيكا بتاعتي ما حدش يلمسها. عندك اول سي دي بلاير؟ لا بس عندي سيديز بس. بتاخدي قد ايه عشان تموفي اون من حاجه؟ مش باخد وقت كتير بس يعني هما اسبوعين مثلا او 3 اسابيع بس، بيبقوا دمار يعني دمار فاهمه، بس بعد كده لا مفيش اي حاجه. مصيبه عملتيها وانت صغيره اهلك كانوا بيحكوها للناس كلها؟ في رحنا على مكان كانوا عارضين حيوانات وكده، وعيال رايحين واخدين عيالهم وفي مونكي يعني، فانا سلمت عليه جوا فدي بقى كل الناس قاعده يحكوها لحد دلوقتي، ان انا بسلم على القرد وبسلم على الفئران. نصيحه كل اصحابك بينصحوكي بيها؟ ان اخد وقتي، ان انا ادخل ناس في حياتي. سرعه الفويس نوت على الموبايل بتاعتك قد ايه؟ طول، ولو في تري هعملها تري. انت التطبيق المفضل بتاعك على الموبايل ايه؟ صراحه انستغرام، انا عايزه اخفف بصراحه بس انا دايما على انستغرام. تقريبا الممثله الوحيده اللي مش بتحطي فلترز على الصور بتاعتك على انستغرام. مفيش ريتاتش، مفيش الاب اللي هو بيعمل مش شفايفنا ازاي ودقننا ما عندكش. انا بحاول اخد الصوره في نور لذيذ بس بحاول لو في imperfections يبينوا، يعني لان الهدف بتاعي جهن مش ان انا اكون احلى واحده في العالم وموديلنج، ولا انا ممثله انسانه طبيعيه، بالعكس انا كده في الحياه، مش مخبي مش بحط فلترات في الحياه مع اي حد. سو ليه عايزه احطها على انستغرام؟ يو نو وات اي مين،